ماشي تسعودوا شي حاجه وحنا جالسين في البحر تيجيب الله تعود الخير ما كاين ما يدار لا كان بها كنخدموا هي دي خدمتنا هي دي خدمتنا عندنا ثلاثه د الوليدات وكنخدموا بها ما بقى مع من تخدم اللي كتخدم معاه ما كيخلصكش كاع مزيان الله ما كتجي عند البحر مفوه وصياد وكل شيء مره طلع مره ما طلعش مره كتخرج تفوه كيطلع لك قدام كتخرج تخرج تريح تفوه شويه وكتطلع في حاجه ولكن راه كاين الريح دابا واخا وشنو بقاو جالسين في الدار ما يمكنش بنادم صايم راه خصو يخرج يعرق شويه وينشف ويضرب تماره باش يدي لاجر وهذا السطح هذا اش كيقولوا ليه هذا السطح التعاليه ديال الزباله تيقولوا ليه علاش عاد كان تيعمر هنا الدنيا بالزبل سماو التعاليه الزباله من شحال هذه من الصغر ديالنا حنا كنسمعوا هاد السميات فهمتي كنخرجوا نترزقوا الله عليك مولانا لا جاب شي الله كندوا الوليدات ما ياكلوا هذه هي الحرفه اللي عندنا حنا ما عندناش شي حرفه اخرى كنجيو نترزقوا الله بحال هكا مع سميتو مع الثمانيه ديال الصباح ولا التسعود ولا هذه كان شي ما كانش كنطلعوا عند وليداتنا كان راه كنديو لوليداتنا ما ياكلوا ما كانش راه غادي كنمشيو المهم كنمشيو نريحوا على وليداتنا هادشي اللي كاين لا كان ضروري هذيك المعيشه ديالنا هذه المعيشة النوبة تصور 100 درهم نوبة تصور 1000 ريال نوبة 500 نوبة 400 على حساب داك الشيء هذه هي المهنة ديالنا حنا ما عندناش شي صنعة اللي غادي نمشيو لها ننتجوا لها من سنوات هذه راه دابا عندي 50 عام ولا 52 عام كلها دازت في البحر عشت 40 عام ولا هذه كلها دازت في البحر هذا الشيء اللي كاين اخر وشنو هو النوع ديال الحوت اللي كتقدروا هنا؟ كيطلع الشرغو كيطلع الدرعية كيطلع اوبيريات كيطلع الكوربينة فهمتي كلشي كيطلع هنايا كاع جميع الحوت كيطلع هنا حنيبلات داكشي كله كيطلع هنايا شي اللي عطا الله اخي وما كيتعاونوش معكم الناس والو اخي حتى كيعاوننا غير الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعاوننا ما كاينش كيعاوننا اخي ربي هو اللي كيعاوننا على هذيك الوليدات انا عندي جوج وليدات وهذا عنده ثلاثه وحنا معاونين على الزمان اخي داكشي اللي كاين اخي ما كاينش حاجه اخرى اخي من غير هادشي هذا كيفاش كديروا في الطعام باش كتحطوا الطعام كنمشيو نتعاونوا انا وهو السيد هذا كنمشي نتعاونوا انا وياه كنمشيو للمون كنمشي نضربوا طعيمات وكنجيو بحالنا بقنار اه بقنار سله ديال التميش كنضربوا كنجيو بحالنا اخي وكنترزق انا وهاد السيد الله عليه عليك مولانا هادشي اللي عطا الله اخويا اللهم امين يا رب العالمين كيجي المخزن كيجري عليك تيقول لك طلع في حالك ما كتبقى لا صياده لا والو غا بلاتي واحد الساعه تلقاه هبط حتى لعندك لهنايا اه تيقول لك طلع في حالك حجر الصحي سير طلع في حالك المرض كاين تتبقى تشوف حتى ولادك ما كتلقى لهم ما ديروا ما ياكل والو كتبقى تشوف وكتطلع في حالك شنو تهضر مع المخزن ما يمكنلكش قال لك طلع راه كطلع عندك وليدات ثلاثه د الوليدات اصاحبي راه الدراري تيقراو كلشي تيقرا واحد من الاولاد كيدوز الحرباج اين هي البحر انا كنقريهم باش ما يمشيوش لهاد البحر هذا باش ينفعوا راسهم شي شويه علاش حنا كنتقاتلوا معاهم في المدارس هما في الدار دابا جالسين و تيقراو ولا هي لا قرايه لا والو ديال الدار هاي يلعبوا شويه وقال لك تيقول لك راه تيقرا وكتصيفط له فيديوهات في التليفون تبقى يكتب وصافي ما كاين والو ما كاين معنى
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.